لن ننسى دماء شباب وأطفال ونساء أريقت في الشوارع بدم بارد في سبيل كرسي هو من عرض الدنيا الزائل، قتلوا لمجرد أنهم خرجوا مطالبين بالحق في الحرية والكرامة، بأن يعيشوا عيشة كريمة في كنف الحرية والديمقراطية، شأنهم كشأن باقي بني البشر. فتحية إلى شهداء الثورة التونسية، ثورة الياسمين، شهداء ثورة 17 من فبراير، الثورة الليبية. تحية إلى الثورة السورية، إلى ثورة 25 يناير، وشهداء الثورة السلمية ضد الانقلاب الغادر الغاشي، ضحايا مجزرة 4 والنهضة. لن ننساها ما حيينا. قدرنا أيها الحضور الكريم أن تنعقد هذه الملتقيات، والدم العربي أرخص ما يكون الدم. ففي جو مآثم رابعة نظمنا السنة الماضية الملتقى 9، وهي الفواجع تحل بأرض الرباط بفلسطين، ونحن ننظم هذه الدورة 10 للملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، والتي أبينا إلا أن تكون بطعم التضامن مع غزة الأبية ومع كل فلسطين. لا يمكن أن تصلوا بين غزة وبين القدس في هذه الأيام، فما يحصل لغزة ليس إلا لأنها قالت ورفعت شعار الحصار والألعار، لأن غزة قالت الجوع ولا الركوع، لأن غزة قالت تموت الحرة ولا تأكل بثديها. لأمتكم، للبشرية، وما ذلك على